عايز بس نتذكر بعض المادة دي بتقول ايه. المادة دي كانت مادة 112 تقريبا، كويس. قانون الحال الاول ادانا ان احنا يكون عندنا نوع من انواع انشاء الشركات المساهمة في كل المجالات يعني، بس الشركة المساهمة للنادي الاهلي ممكن يدخل فيها بعد اعتماد الجمعية العمومية، لان لازم احنا الجمعية العمومية ليها دور في ادارة ناديها، وكمان لازم الاهلي يبقى ليه حصة الاغلبية. انا ما سيبش لحد ان هو يشتري على مزاجه. اي حد واي انسان، مع احترامي الكامل لكل الناس، اي حد مالي كبير كويس جدا، ارتباطه وارتباط اسمه باسم الاهلي ده ليه ثمن. الاهلي اكبر من كل الناس. يمكن المادة اللي بنتكلم فيها دي برضو كان الحقيقة بالنسبة لي مادة 112 دي، اللي هو يجوز للنادي ويجب ألا تقل نسبة مساهمة النادي في رأس مال الشركة اللي قدام حضراتكم. هنا عايز أشكر كمان اللي حط المادة دي وصاغها لنا بالشكل المالي مش القانوني، يعني مالي وقانوني في وقت الوقت، هو الدكتور فاروق العقدة. الحقيقة بشكره جدا، وربنا يا رب يعني يديله الصحة ودايما نشوفه وسطينا ان شاء الله.